صاحب الذنوب الخلوات حياته دمار دمار دبليو دبليو دوت. وقبل ما يدخل التفت الباب مقفل ولا لا، ثم دخل طلع من الغرفة من أفضل الناس سمتا. يا مسكين، هذه الساعة التي قضيتها في معصية ستدمر اليوم واللي بعد اليوم، ولذلك كل ما تقابله سينقلب لك عدوا، وسيعذبك الله بكل منة ونعمة كنت فرحا بها يوم أن أتتك. أفرح شيء زوجة وإذا هي تعصي، ابن إذا هو يخالفه، مال إذا هو لا بركة فيه، إذا هو خائف، إذا هو ضائق. بعض الناس تصدقون الآن يقول أنا خايف بس والله ما أدري من إيش، أنا ضايق صدري بس والله ما أدري ما السبب، أنا فيني عبرة بس والله ما أدري سببها، أنا زوجتي يثنى عليها إلا هالثناء أنا ما أراه، ولدي يمدحون الناس ولدي ويثنون علي ويهنئونني به وأنا ما تلذذت ببنوته. اضبط وضعك مع ربك حتى تضبط العلاقات مع الخلق، فإن قلوب كل من حولك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف شاء. تبغاها تتقلب وتكون طائعة؟ إذن اضبط علاقتك مع الله جل وعلا.